أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الإخبارية من تلفزيون سوريا، معكم وجيه السمان وأبرز عناوينها. طائرات مسيرة انتحارية تستهدف قاعدتين أمريكيتين في سوريا، وواشنطن تقصف نقاطا للميليشيات الإيرانية. قوات النظام تهاجم مدنيين خلال إدخالهم مواد أساسية إلى مخيم الركبان وتسجل إصابات بينهم. تسجيل 14 حريقا بمخيمات النازحين خلال أسبوع شمال غربي سوريا، ومنسقو الاستجابة يكشف احتراق 240 خيمة. الأمين العام للناتو يؤكد وجود قوات من كوريا الشمالية في كورسك الروسية، ويقول إنها تؤجج النزاع في قلب أوروبا. ذكرت وكالة الأناضول بأن قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في ريفي دير الزور وحمص تعرضتا إلى هجوم بطائرات مسيرة انتحارية من قبل الميليشيات الإيرانية، في حين ردت واشنطن بقصف واسع على عدة قرى بريفي دير الزور طالت نقاطا لتلك الميليشيات. هجمات خاطفة على القواعد الأمريكية في سوريا تشنها بشكل متكرر ميليشيات إيرانية وعراقية موالية على جانبي الحدود. وكالة الأناضول نقلت عن مصادر محلية أن طائرات مسيرة انتحارية مجهولة الهوية استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، كما أشارت إلى أن جنود القاعدة تمكنوا من صد الهجوم وإجراء جولة استطلاع عبر طائرات حربية، إضافة إلى قصف أمريكي استهدف ميليشيات في قرى خشام والجفرة والحويجة والمريعية غربية نهر الفرات. قاعدة التنف الأمريكية تعرضت هي الأخرى لهجوم مماثل عبر طائرات مسيرة، وبحسب مصادر محلية فإن الهجوم أدى إلى إصابة نقطة استطلاع بمعسكر تدريب في التنف، وسط نفي أمريكي لوسائل إعلام عربية حول تعرض القاعدة للهجوم. ضربات القواعد الأمريكية تأتي ضمن ما يوصف بالمناوشات العسكرية، وهي أصبحت أشبه بالأمر الاعتيادي ضمن تداعيات حرب غزة ومن ثم لبنان، فضلا عن الهجوم على إيران، وهي بمثابة توجيه رسائل أكثر من كونها ذات تأثير عملياتي، مع وعود متباينة للميليشيات الإيرانية بتصعيد مناوراتها واستمرار قصفها بالمسيرات وغيرها، وهو ما يضع الأراضي السورية فوق بركان قد تفتح فوهته حروب الجيران. تعرف إلى قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بالمادة الآتية. قاعدة التنف العسكرية سيطرت عليها القوات الأمريكية عام 2014، وأصبحت مركزا كبيرا واستراتيجيا في الحرب ضد تنظيم الدولة آنذاك. تدير القاعدة قوات أمريكية خاصة، إضافة إلى فصيل يتبع للمعارضة السورية عرف لاحقا باسم جيش سوريا الحرة.
تقع القاعدة على المثلث السوري العراقي الأردني، وتعتبر من أهم القواعد الاستراتيجية للقوات الأمريكية في سوريا، فهي تلعب دوراً في مراقبة الأنشطة الإيرانية على الحدود السورية العراقية، كما أنها محط خلاف كبير بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا. تعرضت القاعدة لعدد كبير من الهجمات التي كانت إيران وراء معظمها، وفشلت مساعي النظام في الوصول إليها. وفي كل هجوم على القاعدة كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترد عبر الجو أو البر على أي قوات تريد الوصول إلى القاعدة العسكرية. تنشر الولايات المتحدة الأمريكية منظومات صاروخية متطورة في القاعدة، كما تدرب جيش سوريا الحر عسكرياً. زارها عدد من قادة الجيش الأمريكي، وتوصف بأنها برج المراقبة الأمريكي في سوريا. للمزيد انضم لنا رودي إبراهيم، مراسل تلفزيون سوريا من أربيل. رودي، ما التفاصيل لديك حول استهداف القواعد الأمريكية في شرق سوريا؟ وجه يعني اليوم لثلاث مرات يعني تم استهداف قاعدة حفل العبر النفطي من قبل الميليشيات الإيرانية المتواجدة في بعض مناطق دير الزور والمؤتمل. آخرها كانت قبل حوالي ساعة من الآن، يعني تم استهداف القاعدة مرة أخرى أيضا بطائرات مسيرة ورشقات من الصواريخ، تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية لقوات التحالف في تلك القاعدة، في ظل تحليق مستمر لحد الآن للطيران المروحي التابع للتحالف في دول حلفوت مناطق البوكتبال ودير الزور وبعض المناطق التي تسيطر عليها في منطقة القرى السبع التي تتطرف من هذه الهجمات، والتي قد صفتها أيضا قوات التحالف اليوم فجرا باستهداف صاروخية من قاعدة حفر الكونيكو، كون الاستهداف يعني خرج من تلك المناطق، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم هذه الميليشيات باستهداف هذه القواعد العسكرية في المناطق القرى كما فرضت الشام ومناطق المريعية وأيضا هذه القرى يعني أخذت بشكل كامل يعني بشكل شبه كامل من قبل الأهالي، وباتت تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على تلك المناطق وتقوم بتوزيع مقراتها في تلك المناطق، والتنقل هي مقرات عشوائية وليست مقرات ثابتة، كون لا تزال الميليشيات تخشى من ضربات جوية تنفذها قوات التحالف يعني خلال الفترة الماضية ولحد الآن بشكل شبه يومي تستهدف المواقع تلك الميليشيات. اليوم أيضا كانت هناك معلومات تشير إلى استهداف قاعدة التنفي المثلث الحدودي ما بين العراق وسوريا طائرات مسيرة لمرتين من قبل ميليشيات أو فصائل تطلق على نفسها اسمها الثوريون، وهو أحد الفصائل العراقية المنضوية كما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، التي قالت إنها استهدفت تلك القاعدة بطائرات مسيرة وأطلقت استهدافا. لكن قبل قليل صدر بيان من البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية نفت فيها هذه الادعاءات ونفت وقوع أي هجمات على قاعدة التنف العسكرية، علما أن المصادر كانت تقول بأن قوات التحالف في قاعدة التنف أصدرت طائرة مسيرة في منطقة 55 على المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري، لكن على ما يبدو أن الأنباء متضاربة، البنتاغون تنفي وقوع أي استهداف لقاعدة التنف، لكن الفصائل العراقية هي تفكر بأنها قامت باستهداف تلك القواعد والتي تصعد من هذه العمليات حتى خروج آخر جندي أمريكي لداخل الأراضي العراقية أو من المنطقة بشكل عام، كون يعني هنالك تهديدات واضحة للولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي بحسب مصادر المقربة من إيران داخل الأراضي العراقية قالت أن إسرائيل اخترقت الأجواء العراقية، وهو فرق واضح وتحدي لما هددت به هذه الفصائل ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل في حال ما نفذت هجوم تجاه إيران من داخل الأراضي العراقية. الوضع ربما هو متأزم حاليا بعض الشيء، الحكومة العراقية أيضا اليوم أصدرت مذكرة احتجاج سلمتها لمفوضية الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وأجسم مجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع، وطالبت وزارة الخارجية العراقية بالتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الفرق وانتهاك سيادة الأراضي العراقية للوقوف على هذا الموضوع كون الاتفاق الاستراتيجي الذي نص بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية
كانت تنص على تأمين أمن واستقرار الأراضي العراقية وسيادة الأراضي العراقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على الأجواء العراقية. الوضع لا تزال متأزم كما ذكرت، وجيء يعني هنالك استهدافات متكررة لعدد من القواعد العسكرية في داخل سوريا من قبل الميليشيات الإيرانية. أيضا هنالك يعني بعض المصادر أكدت دخول كميات كبيرة من الأسلحة عبر التعقيلات تحمل لافتات بحجة أنها مواد إغاثية دخلت في الأيام الماضية تلك الميليشيات. يوم أمس استقرت 20 شاحنة مغلقة. لكن رودي، لماذا لم يتم يعني إذا كان هناك احتجاج على استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية لضرب إيران، لماذا لم يتم استهداف هذه الطائرات من قبل المضادات الجوية هناك في العراق؟ نعم رودي، يعني كما ذكرت لك كان هناك ضمن الاتفاق الاستراتيجي الذي وقع بين الحكومة العراقية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية موضوع حماية الأجواء العراقية، يعني كانت بيد الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تسيطر على ربما على معظم الأجواء وهي تقوم بتسيير الطائرات الحربية خاصة مع بعد الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق. هذه الاتفاقيات كلها ربما الحكومة العراقية يعني لم تكن تعلم بموضوع هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل على إيران، لذلك هذه المصادر والمقربة من الحكومة العراقية قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت على علم ومتفقة على هذا الهجوم، لذلك لم تخبر أو تعلم الحكومة العراقية بهذا الهجوم، وقامت بتنفيذ هجمات من داخل الأراضي العراقية على بعد مسافة 100 كيلومتر استهدفت فيها إسرائيل أهداف عسكرية في بعض المحافظات الإيرانية على الحدود العراقية المحادية للحدود العراقية وأصابت أهداف عسكرية. لذلك كانت هنالك تهديدات أيضا من قبل هذه الميليشيات وأفضل الكتائب حزب الله العراقي هددت بشكل واضح الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الموضوع لم يمر دون حساب وأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيدفعون ثمن خلال الفترة القادمة في المكان والزمان المحدد، وأن إسرائيل يعني تجرأت على استهداف إيران فإنها لن يعني تتوالى باستهداف العراق خلال الفترة الماضية في حال استمرت بعدوانها تجاه الأراضي استمرارها بعدوان على اتجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، وأيضا السادات يعني الدبورية الإسلامية تتجرى بسداد الأراضي العراقية وهو لن يمر مرور الكرام، ويجب أن هنالك شكرا لك رودي شديد لإسرائيل على هذه الحالة. على تواجدك معنا شكرا رودي إبراهيم مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من أربيل. أعلنت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وقالت في بيان إنها قصفت في هجومين منفصلين بالمسيرات أهدافا حيوية في الجولان المحتل، مضيفة في بيان آخر أنها هاجمت هدفا عسكريا في شمالي الأراضي المحتلة بوساطة الطيران المسير. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح بغارة إسرائيلية استهدفت معبر مطرب الحدودي بين لبنان وسوريا بريف حمص الجنوبي. وكالة الأنباء اللبنانية ذكرت أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على معبر مطرب على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، وأشارت إلى أن عنصرين من قوات النظام السوري قتلا بالقصف وأصيب 5 آخرون. قصفت الطائرات الإسرائيلية مرتين القسم اللبناني من بوابة المصنع الحدودية مع سوريا، وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إنه من غير المقبول أن تستهدف إسرائيل المعبر، داعية إلى ضرورة إيقاف هذه الهجمات على الفور. Thank you.
توجد على الحدود السورية اللبنانية 6 معابر شرعية إضافة إلى عدد آخر من المعابر غير الرسمية، نتعرف إليها في هذا التقرير. 6 معابر شرعية تصل بين سوريا ولبنان. أولها معبر جديدة يابوس، يقع بين بلدة جديدة يابوس في محافظة ريف دمشق وبلدة المصنع في محافظة البقاع من الطرف اللبناني. ثاني المعابر هو الدبوسية، يربط بين قرية الدبوسية بمحافظة حمص وقرية العبودية في لبنان. وفي حمص أيضا يقع ثالث المعابر المسمى جوسيا، حيث يربط بين بلدة جوسيا التابعة لمدينة القصير وقرية القاع اللبنانية. رابعها معبر تلكلخ، يربط بين بلدة تلكلخ في حمص ومنطقة وادي خالد من جهة لبنان. أما المعبر الخامس فهو معبر مطربة في حمص، والذي أعلن النظام السوري عن افتتاحه عام 2022. المعبر السادس هو العريضة، يقع في محافظة طرطوس ويربطها مع قرية العريضة اللبنانية. وإضافة إلى المعابر الرسمية، يربط بين سوريا ولبنان 17 معبرا غير شرعي، تعد خارج الرقابة الأمنية في كلا البلدين. استهدفت قوات النظام السوري التي تحاصر مخيم الركبان، استهدفت مدنيين بالنيران المباشر في أثناء محاولتهم إدخال إمدادات ضرورية إلى المخيم. وقال جيش سوريا الحر المنتشر في المنطقة إن قوات النظام أطلقت النيران على المدنيين، ما أدى إلى انفجار ألغام بهم وإصابة عدد منهم، وذلك خلال محاولتهم إدخال الأدوية والأغذية الضرورية، لا سيما الحليب والأدوية الخاصة بالأطفال، بعد أن وصل المدنيون إلى مرحلة صعبة بسبب الحصار المفروض على المخيم. عثر أهل في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالية على طفل رضيع أمام المدرسة الشرعية بالمدينة وفق وسائل إعلام محلية. وقالت شبكة درعا 24 إن حالات العثور على أطفال حديثي الولادة في مناطق متفرقة من محافظة درعا باتت تتكرر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بسبب انهيار الاقتصاد وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية. ففي الأول من نيسان الماضي عثر أهالي في قرية المتاعية بريف درعا الشرقية على مولود أمام مسجد في القرية تركت معه ورقة تشير إلى أن والده مفقود ووالدته توفيت في أثناء الولادة. شهدت بلدة معربة شرقية درعا توترا أمنيا على خلفية اعتقال اللواء الثامن القيادي بالمجموعات المحلية أحمد سالم الشقران بكمين قرب مدينة درعا. وقال تجمع أحرار حوران إن أقارب الشقران احتجوا على الاعتقال بإحراق إطارات وإطلاق النار في الهواء، وأضاف أن الاعتقال جاء على خلفية اتهام مجموعة الشقران بقتل الإعلامي محمود الكفري السنة الماضية، ثم التوجه بعد العملية إلى بلدة نصيب للاحتماء بمجموعاتها. بالعودة إلى استهدافات المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، ينضم لنا أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا من طرابلس. ما التفاصيل لديك حول هذه الاستهدافات والإدانات لعمليات الاستهداف أحمد؟ مرحبا وجيه. طبعا استهدافات المعابر كانت هي من خطة فرض حصار على الدولة اللبنانية، وتحديدا المعابر الشرعية التي نتحدث عنها مثل معبر المصنع الذي أصبح حصيلة الاستهدافات التي نالها هي 3 استهدافات، وكان هناك حديث عن استهداف رابع لكن هذا كان غير صحيح. طبعا هذا المعبر كان في الفترة الماضية عبره ما يقارب 350 ألف نازح سوري عائدين إلى سوريا، إضافة إلى 150 ألف نازح لبناني كانوا قد نزحوا إلى سوريا نتيجة القصف، ارتفاع وتيرة القصف في مناطق الجنوب اللبناني ومناطق بيروت. طبعا هذه الاستهدافات كانت استهدفت معبر المصنع الحدودي ومطربة، إضافة إلى استهداف معبر جوسيا الحدودي من يومين.
طبعا إضافة إلى عدة غارات كان قد شنها اليوم الجو الإسرائيلي على بلدات الجنوب وتحديدا صور والقليلة وأيضا بلدات أخرى على مستوى الخط الأزرق في جنوب لبنان. فيما يتعلق أحمد بالمعابر، هل هناك بدائل يتخذها النازحون الهاربون من عمليات القصف؟ كيف يتدبرون أمرهم؟ طبعا وجيه بالنسبة للمعابر الشرعية كان قد قطع الطريق بحفرة كبيرة، كان النازحين الراغبين بالعودة إلى سوريا أو نازحون الراغبون بالنزوح إلى سوريا يعبرون هذه الحفرة مثلا على الأقدام بعد وصول سياراتهم إلى هذه النقطة ثم الانتقال إلى نقطة أخرى يكون فيها سيارات من الجانب السوري، وبعد محاولة سائقي السيارات فتح هذه النقطة بمرحلة معينة أو بمكان معين هي لمسافة عبور سيارة فقط كان قد استهدفت هذه النقطة مرة أخرى وأصبح بين الاستهداف الأول والثاني كان هناك مسافة ما يقارب 2 كيلومتر، إضافة إلى أن النازحين بدأوا يعتمدون على المعابر الشرعية التي تتواجد في شمال لبنان، وتحديدا أن هناك 3 معابر في شمال لبنان، إحداها باتجاه حمص والآخر باتجاه مدينة كلكلخ في حمص والثالث باتجاه مدينة طرطوس. أما المعابر التي تصل مع مدينة القصير في حمص مثل معبر مطربة وجوسيا كان قد خرج عن الخدمة، إضافة إلى معبر المصنع خرج كليا عن الخدمة، وفي الأيام الماضية كان هناك استهدافات لعدة معابر غير شرعية محاولين قطع الطرقات وقطع أوصال الطرقات التي توصل بين لبنان وسوريا. شكرا لك أحمد، كنت معنا من طرابلس. توفيت الشابة السورية شهد رضوان الحائزة على لقب بطلة الجمهورية في رياضة التايكوندو، وذلك إثر حادث سير في العاصمة دمشق، حيث كانت متوجهة لاستكمال إجراءات التسجيل في كلية الهندسة المدنية. وفق شبكة السويداء 24 ففارقت الشابة شهد الحياة في إحدى مستشفيات دمشق بعد تعرضها لإصابات خطيرة من جراء الحادث، وتنحدر الشابة من محافظة السويداء وتبلغ من العمر 18 عاما. قال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي إن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع 12 قضية نوعية. أضاف السرطاوي أن إدارة المخدرات نظمت حملات أمنية في مناطق مختلفة ضبط خلالها 43 شخصا وكميات كبيرة من المخدرات، وأكد أن أبرز القضايا كانت في محافظة الطفيلة حيث ألقي القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أكثر من 12 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة و109 قطع من السلاح. هذا وأسفرت الحملة وفق السرطاوي إلى إلقاء القبض على 9 مروجين في محافظة إربد. دعت الإدارة الذاتية التحالف الدولي وروسيا إلى التدخل لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها بسوريا، وزعمت الإدارة في بيان لها أن القصف التركي يأتي من دون مبرر ويهدف إلى تعميق الأزمات الاقتصادية من خلال استهداف المنشآت الخدمية والحيوية، مدعية أن هذا التصعيد يشكل خطرا على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية ويهدد ملايين السكان المحليين والنازحين في مناطق نفوذها. أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بجروح من جراء اقتتال عشائري اندلع أمس الأحد في ريف الرقة الشرقية. ذكرت المصادر بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عشيرتي البقارة والعفادلة على طريق بلدة مطب البوراشد شرقي الرقة. قبل أيام أصيب عدد من المدنيين بجروح من بينهم سيدة من جراء اقتتال عشائري اندلع في بلدة كسرة سرور بريف الرقة الجنوبي. اندلع حريق ضخم في منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي ما أدى إلى تضرر مساحات حراجية واسعة وسط محاولات مستمرة من فرق الإطفاء للسيطرة عليه منذ ساعات. وقالت مصادر محلية إن الحريق اندلع في قرية بحور وامتد باتجاه قرى المزينة وبلاط وعين الغارة، مضيفة أن الأهالي تمكنوا من منع وصول الحرائق إلى منازلهم
إلا أن الحريق امتد إلى مزيد من الأراضي الزراعية. وقال قائد فوج إطفاء حمص إياد المحمد لصحيفة الوطن المقربة من النظام إن فرق الإطفاء تمكنت بتدخل الطائرات المروحية من تطويق الحريق، وتعمل حاليا على معالجة باقي البقع النارية. سجل فريق منسقو استجابة سوريا اندلاع 14 حريقا في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحرائق منذ بداية العام إلى 184. وقال الفريق إن الحرائق تسببت باحتراق 241 خيمة ومسكنا للنازحين، موضحة أن نسبة 96% من المخيمات تفتقد العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق. ويعود سبب الحرائق في الغالب إلى اعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية التي لا تصلح للاستخدام داخل المخيمات، والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيام. انضم لنا هادي طاطين مراسل تلفزيون سوريا من عفرين فيما يتعلق بالحرائق. هادي، ما التفاصيل لديك؟ تحية طيبة زميل وجيه لك وللسادة المشاهدين. للأسف في كل موسم من مواسم الشتاء، على الرغم طبعا من عدم هطل الأمطار حتى الآن، ولكن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى أن يقوم النازحون والمهجرون في المخيمات بإشعال المدافئ وأيضا مواقد يعني إعداد الطعام داخل الخيام من خلال استخدام يعني مدافئ تكون سيئة الصنع في مكان غير مهيأ، أو أغلب الموجودات فيه كخيام قابلة للإشعال بسرعة. كل هذه الأمور تؤدي في كثير من الأحيان إلى احتراق الخيام، وبالتالي هناك أكثر من 14 حريقا تم رصدهم من منسقو الاستجابة الطارئة خلال هذا الأسبوع الفائت، أدت إلى حريق أكثر من 200 خيمة دون أن يتم تسجيل إصابات أو وفيات نتيجة هذه الحرائق، ولكنها بالغالب تعود لأسباب كما ذكرت، أسباب المواد التي يتم إشعالها داخل الخيام من خلال المواقد أو المدافئ سيئة الصنع، ولا تكون لوجستيا مهيئة لأن تعمل داخل الخيام التي هي بالغالب تكون أيضا مصنوعة من مواد قماشية أو جلدية سريعة الاشتعال. ولكن يضطر الأهالي الذين يقومون في مثل هذه النوع من الخيام إلى إيقاد وإشعال المدافئ نتيجة انخفاض درجات الحرارة وعدم وجود يعني أماكن مخصصة. كوننا نتحدث عن خيمة، لا يوجد هناك مكان مخصص كمطبخ بشكله التقليدي المعروف، بالتالي كل هذا الأمر يؤدي إلى اشتعال الحرائق. تعمل فرق الدفاع المدني طبعا في مثل هذه الحالات على إخمادها وعلى تفقد المكان وتبريد الموقع، والذين تحترق خيامهم إما يلجؤون مؤقتا إلى أقاربهم بانتظار أن يحصلوا على خيمة جديدة في حال كانوا موجودين في خيمات نظامية، أو يضطروا إلى الذهاب إلى أقاربهم أو اللجوء إلى بناء خيمة بشكل تقليدي أكثر من خلال بطانيات وحرامات على نفس الأعمدة الحديدية التي كانت موجودة سابقا. بالتالي الحالة سوف تتكرر طالما أننا نتحدث عن الأرضية الأساسية وهي أرضية الخيام القماشية والجلدية، فبالتالي للأسف هناك. نسأل الله السلامة. إذا شكرا لك هادي طاطين مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من عفرين. أعلن الدفاع المدني السوري أن فرقه تمكنت من إخماد حريق حراجي في منطقة الناجية غربي إدلب بعد تجدد اشتعال النيران التي تم إخمادها قبل ساعات. ايه خلي الشباب اللي عندنا يجيبوا خرطومين يضلوا جايين معهم اصلا. ايه خلي برد هذا كله. ايه ابو شلت الخرطوم زيك. هلا هون معي اثنين، بس في واحد هون ثلاثه. تمام اشوف لما عقدت شبكة وصل المؤتمر الأول للحقوق والحريات في مدينة عزاز بريف حلب، وذلك ضمن مشروع الشبكة نحو صوت مدني فاعل.
عقد المؤتمر بمشاركة 80 منظمة مجتمع مدني، وهدفت هذه الفعالية إلى تقييم الوضع الحالي للحقوق والحريات في المنطقة وتحديد الأولويات اللازمة لتعزيزها وبناء شبكة علاقات بين مختلف الفاعلين المدنيين لضمان استدامة جهودهم في هذا الصدد. هي الحقوق والحريات، ليش؟ لأنه فعليا المجتمع المدني وهي مسؤولية علينا، واحد من أهم أركان وجوده هو أن يلعب دور الحماية للمجتمع. اليوم نحن عم تعقد شبكة وصل مؤتمر الحقوق والحريات، وهو المؤتمر السنوي الأول للشبكة. شبكة وصل هي عبارة عن تحالف لمنظمات مجتمع مدني محلية بتضم 7 منظمات. تم عقد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية الحقوق والحريات. نعتقد كمجتمع مدني أن الحقوق والحريات من أهم الواجبات التي يجب أن ندافع عنها. بهذا المؤتمر اليوم شارك 80 منظمة مجتمع مدني لح يسعوا مع بعض أنه يناقشوا واقع هاي الحقوق والحريات. للأسف كان طموحنا أنه يكون واقع حقوق والحريات أفضل من هيك. هذا بيخلي علينا مسؤولية أكبر كمجتمع مدني أنه نحن نناضل ونناصر هذه الحقوق ونطور آليات واستراتيجيات بحيث أنه نضمن للمواطن السوري بالمستقبل واقع يحافظ فيه على حقوقه وحرياته بشكل أفضل. نحن نتحدث عن حقوق الحريات ومجتمع مدني ومنظمات مجتمع مدني. هذا المؤتمر ممكن يعول عليه. هلأ هو بذرة بحاجة لرعاية لأنه تنمو وتكبر، ونحن فعلا كلياتنا بالحقيقة عم نسعى لأنه ننعم بدولة تحترم الحقوق والحريات، وكمنظمات مجتمع مدني وناشطين وناشطات بإمكاننا فعلا أنه نعمل شيء مستقبلا. يعني ليس أكيد أمر سريع، ولكن على المدى البعيد أكيد ممكن أنه نحن نحقق فعلا خطوات مهمة على صعيد الحقوق والحريات بدولة سوريا المستقبل. شاركنا بقضية ذوي الإعاقة وطرحنا تقرير بحثي بسلط الضوء على هاي الفئة في ريف حلب الشمالي والشرقي. سلط الضوء على 3 قضايا أساسية اللي هي الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ووضع الخدمات المقدمة. أبرزنا هي النتائج التقرير وقارناها بالحقوق والحريات الموجودة وفق الدستور السوري، وإن كان وفق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة. حاولنا نسلط الضوء على هي القضية بشكل أكبر لتكون مكان اهتمام عند مؤسسات الحكم المحلي وعند منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. خلينا نسأل السؤال، هل وصلت لحقوق وحريات على المسار السياسي؟ أي جهة أو أي جسم موجود هون هو واجبه يدافع عن قضايا وحقوق وحريات كل إنسان، ونحن كممثلين عن المجتمع المدني بهمنا كتير أنه حضور هيك مؤتمرات لحتى نكون إيد وحدة ونتضامن وندافع عن حقوق وحريات كل إنسان. مخرجات هذا المؤتمر ستكون ما تعملون عليه أنتم في مجموعات العمل هلأ الآن هنا، بالإضافة إلى اختتمت منظمة مارس برنامجها التدريبي في تعزيز بناء السلام بمدينة عفرين، وذلك بعد تقديم نحو 20 جلسة شارك بها 69 ناشطا من المجتمع المدني. تم تدريبهم على مجموعة من المفردات كالديمقراطية والمواطنة والعقد الاجتماعي والحرية بهدف نشر وتعزيز المفاهيم التي تعزز السلام بين المجتمعات. بكل تأكيد منظمة مارس كان في عندها جملة من المعايير، رح تكرم ممثلين ل4 شرائح، شريحة الفرق التطوعية والمؤسسات المحلية والجمعيات والمنظمات والنشطاء البارزين بعد وضع العديد من المعايير، وتمت دراسة الملفات للأشخاص الذين سيتم تكريمهم في هذا اليوم. تم الموافقة على ملفي وتم سيتم منح وتكريم لي اليوم بهذا الحفل. بكل تأكيد اليوم جهود بناء السلام في مدينة عفرين لا تقتصر فقط على دور المنظمات، وإنما هي النشطاء والفرق التطوعية هن الركيزة الأساسية في عملية بناء السلام ومجال التماسك المجتمعي. جهود سنوات طويلة نحن اليوم قدرنا الحمد لله نحقق نجاحات بسيطة ضمن هذا المجال. اليوم السمة العامة لعفرين أصبحت مدينة أقل عنفاً، أقل تطرفاً، أكثر تقبلاً واحتراماً للمكونات سواء كانت من النازحين أو من المقيمين. وفي المقابل أيضاً طورنا
ميثاق شرف العمل المدني بالتعاون مع منظمة مارس حول موضوع آليات إدارة التنوع في بيئة العمل المدني في مدينة عفرين. اليوم سنعمل على توقيع هذا الميثاق بالشراكة أيضا مع الفرق التوعية الموجودة والمنظمات والفاعلين المحليين، وأيضا الجهات الإعلامية ستعمل على توقيع هذا الميثاق. الميثاق عملنا عليه طيلة 3 شهور، عملنا على عقد العديد من الورشات والجلسات الحوارية لتطوير هذا الميثاق، ومن ثم عملنا مؤخرا على تطويره مع منظمة مارس من أجل ضبط العمل المدني وضبط آليات التنوع وإدارة التنوع ضمن بيئات العمل المدني في مدينة عفرين. بمنظمة مارس عندنا عدة مشاريع تعنى بتعزيز دور المجتمع المدني وتطوير دور المجتمع المدني. أيضا من هذه المشاريع مشروع شركاء التغيير، هذا المشروع الذي يقوم على تدريبات متعددة. هذه التدريبات تحمل عناوين أيضا عديدة، منها الديمقراطية، بناء السلام، التنسيق المجتمعي، حقوق الإنسان، وأيضا تدريبات تعنى بحقوق المرأة. بعد أن يخضع النشطاء لهذه التدريبات يقوم هؤلاء النشطاء أيضا بتنفيذ جلسات حوار تتعلق بنفس المواضيع التي تلقوها في التدريبات. هذه الجلسات المركزة تستهدف نشطاء من المجتمع المحلي، تستهدف فاعلين، تستهدف وجهاء، تستهدف نخب، تستهدف قيادات في هذا المجتمع، من أجل مناقشة المواضيع التي تم تلقيها أثناء التدريبات، تنسيق المجتمعي، بناء السلام. وكما تعلمون نحن في بيئة تعاني من الحرب، تعاني من انقسامات مجتمعية كبيرة، تعاني من بيئة مفككة، وبالتالي نحن بحاجة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في سبيل بناء السلام للوصول إلى بيئة آمنة. اليوم هو النشاط الأخير بمنظمة مارس، وارتئينا أن يكون هذا النشاط عبارة عن تكريم لجهود نشطاء بناء السلام اللي كانوا شركاء منظمة مارس، وهذا التكريم هو جزء يسير جدا من شكر مارس للشركاء اللي عملوا معه على الأرض الواقع في سبيل تعزيز ثقافة بناء السلام للوصول إلى بيئة آمنة إن شاء الله. بدأ موسم جني محصول الفول السوداني أو ما يعرف بفستق العبيد في سهل الروج وبعض مناطق الشمال السوري، حيث يستمر جمع المحصول قرابة شهر كامل. يكون حصاد الفستق مصدر دخل لعدد كبير من العمال، لأن هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي ما تزال تعترض زراعة الفستق في المنطقة. هاي الزراعة اليوم اللي عندنا فستق عبيد، وهذا الفستق منتشر كان بشكل كتير من قبل، وانقطعت زراعته بسبب قلة المصادر المائية. فاليوم والحمد لله بعد ما وعدونا الحكومة بأنه يعطونا ري، قلنا ما السنة بهالموسم هذا تعرضنا لصعوبات بسبب انقطاع المي بفترة العطش، يعني بالصيف بزيران وتموز وآب خفت المي، ما ضخونا كما يجب بقناة الري، فتسبب هالشي بإضرار للمزارعين. فهالصعوبات نتمنى أنه اللي واجهتنا من مي ومن غلاء محروقات تكلفنا بفلاحة الأرض، ومن غلاء أسمدة، ومن غلاء الأدوية، أهم شيء الأدوية الزراعية. السنة اللي فستق تشيله من أرضك وتاخذه بكياس نايلو على سوق الهال بين 350 لل 75 دولار الطن. إنما إذا يبسته على الشمس بده شيء 10-15 يوم ليبس، هذا يتراوح سعره اسمعنا يعني بين 550 ل 600 دولار. فهذا يعتبر ترى سعر متدني، لأنه سعر الحقيقي لازم يكون من 800 إلى 1000 دولار. نتمنى وزارة الزراعة والحكومة والتجار وأهل الخبرة كلها الزراعية تأخذ بعين الاعتبار هالشيء، وأي زراعة ثانية نتمنى أن يكون يتأخذ بعين الاعتبار فيها، لأنه إحنا سهل الروج يعتبر السلة الغذائية تقريبا بالمحرر اللي أكثر شيء. أنا صاحب ورشة معي 25 عامل، نجي الساعة 6 الصبح نشتغل موسم الفستق الساعة 6، ونبلش فيه من 6 للساعة 2 عمل، نشتغل كحد أدنى يعني بموسم الفستق شهر زمان. والله شغل الفستق يعني عادي، وأجارنا يلا يلا يعني نقوم بالبيت.
يعني مطلوب منا شغلات بالبيت وهاي الله يالله حق خبزات هيك شغلات مصروف البيت وهاي شغل الفستق عادي يعني ما انه هالصعب صعب بس ما نتحملش من نسوي عم نطلع من الأذان الصبح للساعة 2 شهدت مدينة لاهاي الهولندية تظاهرة حاشدة لسوريين مقيمين في هولندا ودول أوروبية أخرى وذلك احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الهولندي بشأن اعتبار بعض أجزاء من سوريا آمنة رفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل نظام بشار الأسد مؤكدين أن سوريا لن تشهد استقرارا طالما بقي النظام في الحكم نريد أن نقول للعالم بأسره من خلال وجودنا هنا في هذه الساحة بأن سوريا ليست آمنة بوجود نظام بشار الأسد الأحرار في كل أنحاء أوروبا جاءوا من ألمانيا من الدنمارك من السويد من فرنسا من بلجيكا جاءوا من كل أنحاء أوروبا ليقولوا سوريا ليست آمنة بسبب وجود بشار الأسد ونظامه الإجرامي نحن شعب حر نريد الحرية والديمقراطية ولذلك خرجنا في هذا اليوم العظيم بمظاهرة حاشدة في دنهاغ هذه المظاهرة وهذه الجماهير المحتشدة محتجزة تحت شعار واحد وعلم واحد هو علم الثورة السورية ذو النجوم الحمراء ولشعار واحد وهدف واحد أن بلادنا سوريا ليست آمنة نتطلع إلى اليوم الذي نخلص من هذا الطاغية من هذا الإجرام ونبني سوريا حرة ديمقراطية دولة القانون والمساواة بين جميع مكونات أفرادها المدنيين أوصلنا الرسالة سنستثمر هذا الجهد بإذن الله من أجل أن نصون حقوق الأحرار ليكونوا في أمن واستقرار فقدوهما في بلادهم ولكنهم اليوم سيحصلون على هذه الحقوق وسيتحدون الصعاب وسيكونون يعني كالبنيان المرصوص إن شاء الله أقامت جمعية غوفيفا الفرنسية المختصة بدعم معتقلي الرأي في سوريا واللاجئين السوريين أقامت احتفالا بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها الاحتفال تضمن ندوات وعروضا موسيقية وفنية بهدف إعادة التذكير بالقضية السورية ومعاناة المعتقلين في سجون النظام فضلا عن فعاليات تعرف الجمهور الفرنسي بالثقافة والفن السوري بعد وفاة حافظ الأسد بسوريا يجيب بشار الأسد على الحكم وكثير عالم صدقت المقولة إنه رأي جاي من بريطانيا وجاي معه معلوماتية اليوم هو الذكرى السنوية لتأسيس جمعية روفيفر ولم نكن نعتقد أنه بعد 20 عاما ستكون سوريا بهذا الشكل لقد أسسنا الجمعية لدعم معتقلي الرأي السوريين القدماء في سجون حافظ الأسد ولكن اليوم هناك معتقلون بزمن الأب والابن السهرة اليوم رح تكون للتذكير بشو عملت روفيف تذكير باللي عم يصير بسوريا من خلال فعاليات فنية طاولة مستديرة تحكي عن الوضع السياسي والوضع العسكري الحالي في سوريا وتعقيدات الوضع الجيوستراتيجي للمنطقة تبع الشرق الأوسط كاملة بالإضافة لشهادات من معتقلين وكتاب سابقين رح يحكوا عن تجربتهم في السجون النظام السوري من زمن الأب إلى زمن الابن استقبال كتير حلو للاجئين بالنسبة إلنا وللي بنعرفهم يعني وللسوريين بشكل عام كان موقفها يعني احتضنتنا كلياتنا
وكان يعني بيتنا الأول والأخير بفرنسا. يعني بدي أتشكرهم كتير لأنه كان لهم الدور المهم والأساسي بجاية ابني. يعني طلع من المعتقل بعد 7 سنين ونص وكانوا هن المسؤولين عن جيبته لهون وجيته لهون، فكانوا هن يعني الفرج إلنا. Revivre c'est aussi des projets humanitaires notamment au sud de la Syrie. Ce mécanisme il existe encore une fois dans un certain nombre de conventions, la convention des Nations Unies. De Saint-Onge en Charente-Maritime. جمعيتنا الصغيرة تتعاون مع جمعية روفيفر منذ عدة سنوات لدعم السوريين سواء في فرنسا أو الموجودين في سوريا ولا يملكون الوسائل والأموال اللازمة للمغادرة. نحن ندعو أيضا الناشطين السوريين بشكل دوري إلى منطقتنا لمقابلة طلاب المدارس الفرنسيين وإخبارهم بحقيقة ما يحدث في سوريا. قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا أثناء مؤتمر صحفي في بروكسل إن تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية يهدد الأمن الدولي. أكد روتا على أن تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يشكل تهديدا لأمن منطقتي المحيطين الهند والهادئ وأوروبا والأطلسي، مضيفا أن نشط قوات كوريا الشمالية في كورسك الروسية يعد مؤشرا على ازدياد اليأس الذي يشعر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت كييف قد اتهمت موسكو بنشر أول دفعة كوريا الشمالية مقاتلة في كورسك الروسية ابتداء من أمس. تنضم لنا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. ليلى، ما طبيعة القوات الكورية الشمالية المنتشرة في كورسك الروسية؟ مرحبا وجيه، حتى الآن لا توجد أي معلومات عن طبيعة القوات الموجودة، القوات التابعة لجيش كوريا الشمالية والموجودة في كورسك، حتى أن الجانب الروسي ووزارة الدفاع الروسية لم تعلق على الأنباء بخصوص رصد هذه القوات في محافظة كورسك الروسية. اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علق على التصريحات الغربية بخصوص مشاركة قوات كوريا الشمالية في الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن هذه التصريحات هي محاولة لتبرير النفس خلفا من قبل دول الغرب، حيث أن دول الغرب منذ اندلاع المواجهة الروسية الأوكرانية ترسل مدربيها وترسل خبراء من قوات بعض الدول الغربية إلى هناك، وكذلك هناك مرتزقة وهناك متطوعون يشاركون في الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا. ويعني حسب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وقال إن هذا الأمر هو مثبت، وبالتالي فإن مشاركة قوات كوريا الشمالية إن تمت فهي تعتبر جزءا من الاتفاقية المبرمة بين موسكو وبين بيونغ يانغ، وقال إن هذه الاتفاقية هي مفتوحة والنص منشور وموجود يعني ويمكن التعرف عليه بشكل كامل، وبالتالي فإن موقف موسكو في هذا الأمر هو نزيه وشفاف حسب سيرجي لافروف. أما فيما يتعلق بطبيعة القوات فبالطبع مع العلم أن موسكو رسميا لم تعلق على نوع هذه القوات، وحتى لم تؤكد بشكل واضح على وجود هذه القوات في الأراضي الروسية،
إن أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي علق على سؤال الصحفيين بخصوص مشاركة قوات بيونغ يانغ فيما يسمى بالعملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال بوتين إن الاتفاقية المبرمة بين موسكو وبيونغ يانغ فيها بند رقم 4 والذي ينص على تقديم المساعدة في حال تعرض أحد الجانبين إلى العدوان الخارجي. أما فيما يتعلق بالصور والفيديوهات التي تم نشرها من قبل بعض وسائل الإعلام ومن قبل الاستخبارات الأوكرانية، فلم يؤكد ولم ينفي صحة هذه الصور، وقال إن كانت هناك صور ما فهي ربما تعكس شيئا. شكرا ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. مشاهدينا تغطيتنا مستمرة الإخبارية على رأس الساعة، ألقاكم إلى حين ذلك. هذه صور مباشرة من بيروت.